موشن لغو سو بندiga يا حير قبيا قرالا ولغاغا هاد ليو اقونسيغا سو ماريلان ايا ماني تسلاسة دا ايا تدوبات كاني وحال لغو هر چهدين دونا بارلمان كا انجريسكا تاسو كا هاد ليا سيدي دولاد دا انجريسكا ايا باش عالم كوباي سو ماريلان وغو اقونسان لها ايان دال مدح بنان سيدا كوعاد قرال لغو فافيي مريك تولي ايا هاي بارلمان كا انجريسكو موشن كاني لغو سو بندiga يا حير كا هاد ليا اقونسيغا سو ماريلان ايا وحا اقل كا هاوس اوف كومانيسكا ايا بارلمان مان كا انغريس كا كور جيدين دونا حلبان غافين ويليامسون وهرو سو نوقدي وزير كا غاشان ديغا يا انغريس كا يدو موشن كاني لغو هور اخري دونا اقل كا هاوس اوف كومانيس كا غالين كا دنبي ماني تسلاسة دا يا تدوبات كاني مركا بيشو اي تهاي افرطة جولاي سانات كاني لبادا كون يسادح يا لباتان كا مريك تاي لي دا هاي بي بي سي دا لها دا شد دي بدا يا اللي دا هدو بي بي سي وال سيرفيس ايا سيد اوكرا لغا غاد لي موشن كاني لحريدا قونسي غا سومالي لا إلا فيلا ايا انتو دوبات كاني وكهور جيدين دونو حلي بان غافين ويليامسون وحانا لغو فاهي النحر كوحان بارسان يهي قبيا قرال كشارعي إلا قد دونا ايا ان لغو اقونسا دو سيدي سومالي لان ايو نقل لهاي دال مدح برنان وكويا لغيس كا افريكا موشن كاني ايا وحا وكو سو بيغ ميا حلي سيداد يتوبان كمي سومالي لان ايو دبال دكتاي سند قورادي لبيا سودنادي كسو وريكتاي مركي ايو كل waaqdayn Soomaaliya inteeda kale ay ka madax banaan tahay sanadkii 1919kii halka sidoo oo kale 26ka Juun iyana loo dabaal degay oo 36 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimo ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska 26kii bishii Juun ee sanadkii 1916kii maalmo kooban kadibna ay la midowday Soomaaliya oo xornimo Talyaaniga ka qaadatay 2dii bishii Julaay ee sanadkaasi maaha markii ugu horeysay ee xildhibaan Gavin Williamson uu baarlamaanka Ingiriiska horgeeyay mooshin la xidhiidha aqoonsiga Soomaaliland balse waxay ahayd bishii January ee sanadkii 2022kii markii baarlamaanka Ingiriiska uu hordhigay mooshin lagaga hadlayay aqoonsiga Soomaaliland kaasoo mudanayaasha baarlamaanku ay ka yeesheen dood hase yeeshee mooshinka maalinta 3-da baarlamaanka Ingiriiska la filayay in la horgeeyo waxa uu kii hore kaga duwan yahay in mooshinka cusub uu yahay mid ugu soo bandhiga iyo xeer lagaga hadlayo aqoonsiga Soomaaliland kaasoo hadii loo ogolaado mari doona nidaamka xeer dejinta ee dalka Ingiriiska oo ah in labada aqal ee baarlamaan ay ka doodaan kadibna hadii ay ansixiya waxa loo baahan doonaa in dawladda Ingiriisku ay dhaqan geliso xeerkaasi. واو اسبوعكيسو في عايز احيو ماكيش سما ما شاء الله صح معك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها